الحمد لله لا بريباراسيون دازت على احسن ما يرام لاعبين واعيين بالنسبه لي اليوم هذه فتره شويه صعيبه لان كتعرف هي نهايه السنه بالنسبه لكل اللاعبين وهي فتره ديال العطله ولكن يعني كنحاولوا نديروا التدبير ديال الحصص التدريبيه باش ما يكونش هناك ارهاق بدني واكثر منه ارهاق ذهني ويكون التركيز اكثر على المباراه لانه الكل كيتسنى المباراه ان شاء الله باش نحققوا فيها نتيجه ايجابيه.